اكتر حاجه عجباني فيكو ان انتوا اصحاب، وانه روح النادي الاهلي بقت هي اللي غالبه عليكم، وانه حتى لو حد مشي ما بتحسسوش انه بقى بره النادي، انتوا كلكم اسره واحده مع بعض ما بتسيبوش بعض. مهم ده يا كابتن، مهم ان يبقى في صداقه مع بعض وفي نعم. صحوبيه، ولو في موقف حد فيه بره النادي نبقى واقفين مع بعض فيه، يعني سواء لا قدر الله حزن او فرح لازم نبقى واقفين مع بعض. التواصل ده دايما بيبقى مهم، نعم. يعني دايما مهم، بالذات لو في موقف مش حلو لازم تبقى متواصل مع زمايلك. انا دايما بفضل لو زميلك في موقف مش حلو انك تبقى قريب منه، يعني لازم بتزعل تسأل لما عليه. بيقولوا ان الملعب ما يستحملش قفشه وامام مع بعض؟ آراء، انت مش شايف، انت أنا شايف شايف ايه؟ إن الآراء دي مش صح. مش صح. طبعا دي وجهة نظري، يعني شايفها مش صح، ما حدش يقول كده يا جماعة. بنلعب كورة يا جماعة، الكورة دي للمتعة فيها حاجات، كل مباراة لها تكتيك. هي حسب المدرب، لكن أنا نعم. بتكلم على الناس اللي بتقول لا. طبعا أحسن فرق في العالم بتلعب 4 3 نعم. 3 والفرقة كلها بتبقى لعيبة كورة، وبيبقى في لعيبة بتدافع 50 50 ولعيبة بتدافع 30 ولعيبة بتدافع نعم. 70%، فهي بتبقى عوامل كل واحد بيساعد التاني. نعم. يعني الفرقة جماعية، فال 11 كل واحد عنده حاجة فبيكمل زميله، وانت في الاخر بتطلع الفرقة كلها واحد بس. لكن انا مش شايف ان ده ما ينفعش، مش عادي. وجهة نظر غلط طبعا. اظن حصلت في ماتش سيراميكا ولعبت لا لعبنا ماتشات كتير، عملت لا اخر حاجه كانت قريبه اظن سيراميكا كان ماتش 5 2 سيراميكا مش بتاع كده؟ الكاس، بس امام لعب ساعتها هاف ليفت، ما لعبش في نص لا الملعب. في ماتش هنا عملتوه انتوا الاثنين مع سيراميكا بعض. اللي انا نزلت فيه بين الشوطين اللي ايوه كنا اتعمل بشكل حلو قوي. كسبنا فيه 5. عاملين لك مفاجاه.